محتار كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجه كده. اصلا ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه البوسه. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسه في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسه في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. أكيد كلنا سمعنا ولو مرة الأغنية الجميلة دي للعبقري وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وطبعاً كلنا عارفين إيه هي البوسة، لكن يا ترى عارفين أصلها إيه؟ البوسة زي ما بتقول المصادر كلمة فارسية ومعناها بالعربي القبلة، وانتشرت البوسة عالمياً كنوع من أنواع التعبير عن الحب أو الاحترام أو حتى الشكر، لدرجة أن بريطانيا خصصت في نهاية القرن التسعتاشر يوم 6 يوليو عشان يبقى هو اليوم العالمي للبوس. أو والله اليوم العالمي للبوس، وهو اليوم اللي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة سنة 1993، وده اللي خلى كتير من العلماء والباحثين يدرسوا أهمية البوسة الصحية والنفسية وكمان الاجتماعية، وخرجت الأبحاث بنتائج بتأكد إن البوسة بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، وكمان بتحرق حوالي 20 سعر حراري في الدقيقة الواحدة. يعني من النهاردة مفيش جيم ومفيش رجيم.